أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في عموم مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود الطقس غائم بشكل كامل بغيوم عالية بدون فعالية، 19 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة 70%، والرياح تكون جنوبية غربية هذه المرة لأول مرة منذ عدة أسابيع تكون نشطة السرعة مع انتشار لكميات من الغبار. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس غائم بشكل كامل بغيوم عالية، إربد 21 إلى 11، مفرق 18 إلى 10، جرش 19 إلى 11، وعجلون 17 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى، البلقاء 18 إلى 10، مأدبة 19 إلى 8، عمان 19 إلى 9، الزرقاء 19 إلى 10، البحر الميت 22 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 16 إلى 6، طفيلة 17 إلى 8، الشوبك 16 إلى 7، معان 18 إلى 8، والعقبة 24 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 9، الصفاوي 17 إلى 8، ورويشت 18 إلى 10 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.